الإسلام قادم من كل مكان قادم مغرب الطغيان قادم مغرب الطغيان قادم مغرب الطغيان قادم الأمريكان قادم. انتوا واقفين ليه النهارده هنا عند مقر مكتب الارشاد؟ لحمايه المقر. حمايته من مين بالظبط؟ من اللي جايين عايزين يحرقوه. طب وحضرتك اتاكدت منين ان هم جايين عايزين يحرقوا المقر؟ الدعوات موجوده على الفيسبوك. انت حضرتك شوف الناس كلها مفيش سلاح ولا واحد ماسك في ايده منديل ماسك في ايده منديل بص كده حضرتك واقف هنا من الساعه كام؟ حضرتك انا جاي هنا من الساعه من 11 بالظبط. من 11 الصبح. انت حضرتك جيت لوحدك ولا هو لا طبعا اكيد معانا اكيد طبعا معانا اخواننا التانيين يعني من كل المحافظات برضه. تمام. حضرتك جاي من محافظه ايه؟ من المنيا. الله غايتنا الله غايتنا حضرتك زعلان قوي ليه كده؟ زعلان على اخواته وابويا واهلي زعلان ليه؟ الجهاد سبيلنا والجهاد سبيلنا الموت في سبيل الله يسمى امينه الموت في سبيل الله يسمى امينه. معرفش ليه يعني انت مش شايف اللي بيحصل؟ لله يا لله يا لله يا لله لا للمنصب لا للجاه لا للمنصب لا للجاه. اتفضل حضرتك عايز تقول ايه؟ والله حضرتك دلوقتي احنا ومقر اصلا ده الاسلام ومش الاخوان بس الاخوان والاسلام اسلاميه 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 اسلاميه. لو حصل اعتداء على المقر هيكون رد فعل حضرتك ايه؟ مش هيكون رد فعل بعد اذا كان الشرطه تخاذلت او ما فيش اي حمايه واحد جاي حد بيتي يعتبر ده رمز المكان بالنسبه لي.